بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء عبد الرب الشدادي شهيد التحرير والجمهورية، قائد المنطقة العسكرية الثالثة وأحد أبطال معركة التحرير التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. بعيد عن العصبية، بعيد عن العنصرية، بعيد عن الحزبية، بعيد عن المذهبية، نكون جيش بما معناه، لأن احنا عمرنا لن نستطيع أن تستقر بلدنا إذا لم يكن هناك جيش. بهذه الكلمات قال القائد الشدادي وصيته الخالدة ورؤيته للجيش الوطني الذي عمل مع طلائع من القيادات العسكرية على إعادة بنائه بعد الانقلاب والاندثار. الجيش الذي كان يحلم به الشهيد هو جيش الدولة الوطنية الجمهورية، ولاؤه للنظام الجمهوري الدستوري وللإرادة الشعبية، بعيداً عن الولاءات للهويات الضيقة الما قبل وطنية بحسب قوله. من طاقيته العسكرية إلى ابتسامته ذات الملمح المضيء، إلى ملامح وجهه المعجون بتراب الأرض ونبرة صوته المسكون بالحنكة والدهاء، ترك الشهيد أثراً وطنياً خالداً، وكان أهم ما غرس هي القدوة الوطنية في نفوس الأجيال التي رأت في الشداد مثلاً وطنياً أعلى تستلهم منه الروح والكفاح. رحلة كفاح ونضال خالدة للبطل في لحظات وطنية تاريخية ومهمة، من الثورة إلى الدولة إلى المقاومة، وهو الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في شهر أكتوبر، الشهر الذي ارتبط ذهنياً في وعي اليمنيين بمعركة التحرير، وهو ذات الشهر الذي ارتقت فيه أرواح العديد من الشخصيات الوطنية في سبيل الأيقونة الخالدة الله، الوطن، والثورة، عقيدة يمنية جمهورية خالصة. من الشهيد علي عبد المغني إلى راجح لبوزة إلى إبراهيم الحمدي إلى عيسى محمد سيف إلى عبد الرب الشدادي وغيرهم من شهداء أكتوبر التحرير والكفاح، تمضي أرواح وتشرق أرواح في سماء شعب اعتنق أنوار الجمهورية واستمر يكافح الظلام وأشكاله الممتدة، من الثورة المضادة لسبتمبر إلى الثورة المضادة لفبراير، ضمن واحدية المعركة الوطنية في الشمال وفي الجنوب، وصولا إلى مشروع الدولة الاتحادية على ضوء مخرجات الحوار الوطني. وهذا كان هدف الشهيد ومن يسير على ذات الطريق الجمهوري من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومعهم قطاع واسع من أحرار الشعب نحو إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.